إشي كنت محروم منه في بلادي وبحاول إني أفهمه دائما. اليوم حابب أروح هذا المكان، جامع الليلة مصطفى باشا في مكوسة قبرص. زمان كان كنيسة، وكان القادة الصليبيين ياخدوا لقب ملوك القدس من هون بعد ما صلاح الدين هزمهم في فلسطين. وأنا هون بفكر، ما هو الحرية تكون إن أكون هون ولا الحرية إن أقوم أقرأ جريدة على الصبح في هذا المكان؟ أو يمكن الحرية ألبس الحذاء اللي أنا بدي إياه. عن جد حلو يعني الواحد يلبس كعبالي ولا صندل ولا بوج أحمر، أو يقعد يطلع عليهم كلهم. أو يمكن الحرية إنه يصورهم. الحرية يمكن إنك تلبس الأواعي اللي بدك إياها. الحرية مش عارف، كتير شغلات. بالنسبة لأصحابي الحرية كانت إنه نركب سيارة ونلف الجزيرة بدون حواجز إسرائيلية، ونطلع على أعلى جبل ونصيح فلسطين. كتير ناس بجعوا هون وبحسوا إنه الوضع كتير معقد، وخصوصا في نيكوسيا العاصمة المقسومة بين الدولتين. بتعرفوا البلدة القديمة فيها بتذكرني بالخليل، المدينة الوحيدة في فلسطين اللي المستوطنين قاسمينها بقوة من النص. الشوارع الفاضية والدكاكين المسكرة والحواجز بالنسبة إلي إشي عادي ومش معقد. بتذكر لما كنت صغير الحرية كانت إني ألعب فوتبول حتى لو على الحدود، وأتشقلب زي هيك وما كانتش فارقة معي أنا وين أو مع مين، المهم إني أنبسط لأنه بالشقلوب كل إشي أعلى. سلك حديد ولا صندوق للأمم المتحدة ولا حتى جدار الفصل الإسرائيلي مش راح يمنعني إني أحس بحريتي وأدخل على الجهة التانية. الحلو بالمدينة إنها على البحر، بتعرفوا مع إنه فلسطين على البحر الأبيض بس دايما كنت محروم منه. قبل الانتفاضة رحت رحلة على البحر مع أهلي، وأكتر إشي بتذكره يا باي ما كبر البحر فيش في حدود. يمكن هيك يعني الحرية بدون حدود. مقصة كانت الوجهة السياحية الأولى في العالم في السبعينات، بس في 1974 صار في حرب في الجزيرة وتقسمت المدينة لاسمين وضل جزء منها مسكر لحد اليوم. مع انه المدينة على البحر وفيش حدود بس تعرفوا الحرية بالنسبة لي اني انهي الفيلم زي ما انا بدي، وانا بكل حرية حابب اني انهي الفيلم بصورة البحر.